السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ شايفين ايه قدامكم؟ انا عملنا النهارده الكب كيك البسيط بأبسط المقادير وبأبسط طريقة، وعلى البوتاجاز وما خدش نص ساعة، وعمل معانا 6 مجات. 6 مجات، اللي هو المج بتاع الشاي اللي هو الفنجان الصيني. ما تيجي يلا بينا على الفيديو ونشوف احنا عملناها ازاي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين معانا ايه؟ معانا كوبايه دقيق، معانا ذره ملح، معانا بيضتين بدرجه حراره الغرفه، يعني طلعتهم من التلاجة وسبتهم يبردوا شويه، معانا كوبايه الا ربع سكر، معانا كوبايه لبن او كوبايه الا ربع كده سكر او نص كوبايه زي ما تحبي يعني، ربع وكوبايه الا ربع زيت، ومعايا كاكاو خام، ومعايا فانيليا، ومعايا باودر. يلا نشوف هنعمل ايه. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه؟ يلا يا فرح حطي. بسم الله. حطي الاول نص كوبايه لبن، كتريش يا حبيبتي، حطي نص كوبايه بس. يلا يا فرح حطي اهي، بس يا فرح كفايه. حطي السكر ربع كوبايه، كوبايه الا ربع سكر. حطي الزيت كوبايه الا ربع، مش كلها برضه يا فرح، بس كفاية. دونت في مقام، دي في مقام يعني ايه، ربع كوباية كاكاو خام كده. هنحطهم، خرجهم يا فرح. بعد كده هنضرب الخليط ده كله في الخلاط بنرجع. ودلوقتي انا ضربت الخليط اهوت، وشلت معلقتين في الصحن اهوت عشان التزيين، وركنتها اهو. دلوقتي هنبدأ نحط البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. بطينا اهو، بعدين نحط الفانيليا، كيس فانيليا او لو عندك فانيليا سايلة ماشي تنفع برضه. بعد كده هضرب الخليط في الخلاط ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. ودلوقتي اهوت بعد ما ضربت الخليط في الخلاط، نبدأ نحط الدقيق وذرة الملح. بسم الله اهو زي ما انتم شايفين. ومعانا نص كيس بيكنج باودر او معلقة كبيرة ايا كان، كفاية اهو كده. نبدأ نقلب الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة، انا كمان دهنت المج ده بالزيت عشان طبعا يا جماعة الكيكة تترفع. وماما فرح دهنت المجات بالزيت عشان الكيكة ما تلزقش يا فرح، مش عشان تترفع، عشان ما تلزقش. هنقلب بقى الخليط. انا لقيته جاب شوية، هزود شوية لبن مفيش مشكلة، واقلبه اقلبه ونرجع مع بعض. دلوقتي بعد ما قلبناها نبدا نحطها في المج اهو، بعد ما فرح ما دهنته بالزيت. بسم الله. طبعا مش شامله المج كله، يعني ربعه كده. انا هكمل بقى كله الخليط في المج واوريه لكم ان شاء الله. دلوقتي اهوت ملينا المجات كلها ربعها، ما ملناهاش كلها عشان لسه هتقب، وعادي الحاجات اللي في المج ده عادي ما تقب ان شاء الله، كل ده هيختفي. دلوقتي وروهم يا فرح. دي ميه ساخنه اهي، حطيتها في الحله وابدا ارص المجات بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. رصينا المجات بتاعتي. الخطوه دي بقى اهم خطوه عشان تستوي معايا. جبت فوطه اغطيها كده زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بكمرها عشان الكاميرا دي هي اللي هتسويها على البوتاجاز من غير فرن ان شاء الله. وابدا بقى ايه، اعمل الفوطه كده زي ما انتم شايفين معايا، وابدا احطها على البوتاجاز لمده نص ساعه. نص ساعه ما افتحش عليها، وهتستوي وهنشوفها مع بعض بعد ما تستوي. يلا بينا. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما عدى نص ساعه عليها على نار هاديه، ما كشفتش عليها خالص، شلتها بقى من المج، من المجات، وفرختها زي ما انتم شايفين كده. شايفين شكلها؟ شايفين الجمال؟ شايفين الحلوة؟ وادي مج اهو سبته عشان افرغه قدامكم. انا فرغت بقية المجات زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين؟ شايفين شكلها؟ شايفين؟ والله العظيم بصوا، ما احتاجتش فرن خالص، وفرت معايا الغاز طبعا، وما خدتش وقت معايا، واستوت معايا بسرعة. وده المج اهو هفرغه معاكم دلوقتي.
انا فرغت المج اهوت زي ما انتم شايفين. شايفين مش لازقه ازاي؟ شايفين اهي، حطيتها اهي هنا اهي. معايا كام واحد؟ معايا 6 كب كيك في فنجان الشاي بتاع المطبخ في الصيني وعلى البوتاجاز، محتاجش فرن. ومعايا للتزيين ايه بقى؟ معايا الشوكولاته اللي انا كنت عينتها في الاول معاكم اهي زي ما انتم شايفين، معايا جوز هند بشر، ومعايا شوكولاته الوان اي زينه. وينفع بس تحطي شوكولاته بس ايا كان، هزينها بقى بالشوكولاته، احطها الشوكولاته كده بالمعلقه على الكب كيك اهو زي ما انتم شايفين. وهرجع ليكم لاني ماسكه التليفون بايد واحده، معلش فرح مش موجوده. هزينها بس بالشوكولاته، احط الشوكولاته عليها كده وارجع لكم على طول. خليكم معايا. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما حطيت الشوكولاته عليها من فوق. ابدا ازينها بالبشر اللي عندي اهو زي ما انتم شايفين. اي حاجه انتم زينوها زي ما تحبي. انا هزين بالبشر وهزين بالشوكولاته. بسم الله. زي ما تحبي زين. اهو زي ما انتم شايفين. مفيش ابسط ولا اسهل من الكب كيك بتاعنا ده السريع اللي ما خدش مننا وقت خالص، وكمان وفر معانا في الغاز وفي الوقت وفي كل حاجة وبأبسط الكميات. يعني كان معانا حاجات خفيفة جدا جدا جدا. ايه رأيكم؟ انا عايزة افتح لكم واحد عشان اقول لكم انها هشة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ شايفين جمال الكب كيك؟ هي هشة جدا على فكرة. شايفين اهي طرية ازاي؟ شفتوا طرية ازاي؟ شفتوا؟ عايزه والله افتح لكم واحده، بس ثواني بس اجيب السكينه وافتح لكم واحده. زي ما انتم شايفين اهو انا جبت صح، افتح لكم بقى واحده عشان اوريكم طراوتها من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ شايفين؟ بسم الله الله اكبر. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. قلكوش على طراوتها وجمالها. ايه رايكم؟ شايفين؟ اتمنى النهارده الكب كيك بتاعنا يكون عجبكم. واللي مش واللي مش مشترك عندنا في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وان شاء الله الفيديو يعجبكم باذن الله، واتمنى الطريقه تعجبكم النهارده باذن الله. وجربوها وقولوا لي رايكم كده في التعليقات، وما تنسوش الاعجاب بالفيديو. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.